اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، واحد من نجوم النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم، هو الحركات اللطيفه اللي بتتعمل على طول، جزار النادي الاهلي شهاب الدين احمد. ازيك يا شهاب؟ حبيبي يا كابتن. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كله تمام. على السلامه، وحشنا جدا. الله يسلمك. انت اكتر والله كابتن. بقالك فتره جمهور الاهلي عايز يعرف بتعمل ايه. انا كنت في السعوديه بقالي 4 سنين هناك. اوكي. بلعب هناك والحمد لله الدنيا ماشيه بشكل كويس، وحاليا موجود في مصر هنا. رجعت لسه راجع من اسبوع. كنت هناك ولسه راجع من اسبوع يعني. اي قعدت فترة بتلعب مع النادي الاهلي يا شهاب، اعتقد 4 سنين او 5 سنين. اتكلم على الفريق الاول. لا انا طلعت في 2008 لحد 2014. يعني الناس عرفتك اكتر في 4 5 سنين، كنت دايما بتلعب بشكل اساسي فيه او بشكل كبير مع النادي الاهلي. فكرنا بالفترة دي. لا طبعا يا كابتن، اول حاجه انا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك طبعا، وموجود في قناه النادي الاهلي اللي هي بيتنا، واللي احنا بنتشرف ان احنا من ولاده وان احنا بننتمي ليه. بقول لك ايه، ممكن قبل ما تكمل لان ده مهم جدا، نطلع نشوف تقرير عن شهاب، لانه شهاب من الناس اللي ممكن يكون يعني لسه صغير في السن، يعني لسه مبطل او لسه ما بطلش، ده لسه بيلعب يعني. فبالتالي ممكن تلاقي عدد من الجماهير او شباب النادي الاهلي عارف شهاب كويس جدا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. ذكريات جميله جدا مع النادي الاهلي يا شهاب. طبعا يا كابتن، زي ما بقول لحضرتك، من افضل او احسن اللحظات اللي الواحد عاشها في تاريخه في الكوره طبعا، على جميع الانديه اللي لعب فيها، فتره النادي الاهلي طبعا. خصوصا ان انا طلعت مع جيل ما كانش طبيعي في الكوره، كان كله لعيبه كبيره وكنت بتعلم منهم، وطلعت وانا سنه صغير، فمن احسن الفترات وعلمتني اللي بعد كده بصراحه يعني. استفدت منهم كتير، حتى يعني بحاول على قد ما اقدر لو في لعيبه صغيره او في لعيبه حتى وانا في السعوديه، بحاول انقل لهم الصوره اللي اتعلمتها هنا من اللعيبه الكبيره دي طبعا. ايه اكتر حاجه اتعلمتها؟ يعني انا اتربيت في النادي من وانا عندي 6 سنين. في ناس بتتكلم وبتقول، بياخدوا الكلام بطريقه ان المبادئ او الاسس اللي النادي الاهلي بيحطها كلامه والكلام ده، لا الحقيقه الكلام ده حقيقه. وانا قلتها كتير وبقولها، النادي الاهلي ما بيعلمكش بس كوره بس، بالعكس بيكون شخصيه، بتعتمد على نفسك ازاي، بيبقى عندك فعلا مبادئ في حياتك، بتقدر يعني تواجه مشاكل من الضغوطات اللي انت بتقابلها في النادي الاهلي، لان اللعب في النادي الاهلي مش زي اللعب في الانديه التانيه خالص. انت بتحط تحت ضغط على طول، انت مش ملك نفسك في النادي الاهلي، انت اخر حاجه بتفكر فيها نفسك. فكل الحاجات دي بتعلمها اتعلمتها في النادي من وانا صغير، على مدربين طبعا كبار، سواء في قطاع الناشئين الفريق الاول. لما طلعت مع الفريق الاول طبعا مع الكباتن الكبار، لا اتعلمت انكار الذات، يعني اخر حاجه بتفكر فيها نفسك. طول ما انت بتلعب في النادي الاهلي اخر حاجه بتفكر فيها نفسك. كل الهدف على النادي، محدش بيفكر في نفسه، محدش بيفكر يقول اسمه قبل اسم النادي الاهلي، بالعكس اسم النادي الاهلي هو اللي بيكبر اي حد موجود وبينتمي للنادي يعني. حقيقي. ولكن طلعت مع مانويل جوزيه. طلعت مع مستر مانويل في اخر سنه اللي هو في الدوري الفيصل اللي هو بتاع الاهلي والاسماعيلي بتاع فلافيو في المكسيك. السنه دي او ماذا تعلمت من هذه اسطوره كبيره زي مانويل جوزيه؟ طبعا مستر مانويل، مع ان في الفتره الثانيه واجهت معاه مشاكل، ما كنتش بلعب بشكل اساسي بسبب ان الدوري اتوقف، لكن هو كمدرب وشخصيه كبيره. ايه يعني السر في ده يا شاب؟ لانه دايما يقول لك ايه، انا ما كانش بيلعبني بس انا بحبه. هو بصراحه كابتن، انا ما يعني انا دايما اقول المدرب اللي ينجح في النادي الاهلي مش لازم يبقى فنيا 100% قد ما يبقى شخصيه يقدر يعيش ويقدر قيمه النادي الاهلي، ويقدر يسيطر على لعيبه النادي الاهلي. لان انت اي واحد بينتمي للنادي الاهلي بيبقى نجم، مع احترامي لاي حد طبعا في الانديه الثانيه. انت طالما اسمك مرتبط بالنادي الاهلي انت بتبقى في مكانه غير الانديه الثانيه، فكل حاجه بيبقى عليك سبوت بشكل غير طبيعي. فطبعا انك تقدر تتعامل مع اللعيبه دي، واي لعيب بيبقى موجود في النادي الاهلي بيبقى حاسس ان هو منفصل خالص عن بقيه الانديه، فانه يقدر يتعامل مع اللعيبه دي، مع الكوكبه اللي كانت موجوده مستر مانويل، لا مش اي حد يقدر يسيطر على اللعيبه دي، وان يخلي اللعيبه دي كلها مش حاسه بقيم. انت ممكن اللعيبه دي كانت بتنزل الشارع لعيبه كبيره والناس بتبقى عامله ازاي عليها، لكن مع مستر مانويل انت ولا كانك عملت حاجه،
بيحسسك دايما بيجدد عندك الدوافع بطريقه غير طبيعيه. ودي اهم حاجه. طبعا يعني كان بيفضل يجدد الدوافع عند اللعيبه دي. اللعيبه دي كانت بتنزل الماتش ممكن يجي يقول لك انت ما عملتش حاجه النهارده. اتعلمت ايه من ابو تريكه مثلا؟ يا ابو تريكه ده يا كابتن يعني احنا اول ما طلعنا كان من اكتر الناس اللي بتدعمنا كلعيبه صغيره. كان دايما يقول لنا اعملوا اللي انتوا عايزينه، مالكوش دعوه، اغلطوا واعملوا اللي انتوا عايزينه. كان بيساعد اللعيبه، كان في لعيبه بيجيب لها جزم كوره، لعيبه ما عندها مشاكل تلاقيه بيحل لهم مشاكل. ابو تريكه كان دايما يقول لك انا مع الجماعه، ماليش دعوه برايي، يعني شوفوا انتوا عايزين ايه او شوفوا الفرقه مصممه على ايه او قرارها ايه وانا معاكم، مالكوش دعوه برايي حتى لو انا مخالف معاكم. فكان لا، كابتن ابو تريكه كان شخص غير جمعة طبيعي. لو قلت لك جمعه، وائل جمعه. يا كابتن وائل جمعه كان شخصيه قياديه طبعا، وكان كابتن كبير، كان دايما برضه بيتكلم معانا، بس كانت مشكلته ان هو لما كان يغلط يطبطب على يطبطب علينا يلبس اللي جنبه على طول. بس طبعا الكباتن دول كلهم الواحد كان بيتعلم منهم، وكانوا في اوضه اللبس حاجه تانية خالص غير الشاشه كابتن. غير الشاشه خالص. شادي برضو كنا اتعلمت منه ايه الفتره دي؟ انا حضرت كابتن شادي في الاخر. في الاخر لكن انا اعرفه طبعا يعني بره الكوره. كابتن النادي الاهلي في هذا طبعا التوقيت يعني. من الشخصيات الجميله ودمه خفيف وقريب من اللعيبه، ما تحسش ان هو كابتن الفرقه او لعيب كبير عنك خالص، لا بالعكس، بينزل لسنك وبيتعامل معاك بالطريقه اللي تناسب سنك. وفي نفس الوقت بركات طبعا. طبعا لا، كابتن بركات ده كنت بقعد معاه في الاوضه برضه فتره كمان. طبعا كده مشيت. ما كان بيخلص على ما هو قال لي، هو طلع قال قبل كده قال لك اي حد بيقعد معايا في الاوضه لازم يمشي. فكان مشينا كلنا، مشى مصر كلها. مشى النادي الاهلي كله، هو اللي فضل قاعد. دي حقيقه. فلا يعني، وكابتن متعب وسيد معوض واحمد فتحي، حتى حضرت فلافيو وجلبرتو. فلافيو كانت اخر سنه، بعد كده جلبرتو كمل السنه اللي بعديها. فلا كباتن كبيره، وكابتن احمد حسن، مش عايز انسى حد يعني. كل الناس اللي كانت انا حضرت مع لعيبه، بتشرف ان انا لحد دلوقتي طلعت في الجيل دوت ولعبت مع الناس دي. خدت كم بطوله؟ التقرير قال، ولكن من اهم البطولات اللي انت خدتها كانت ايه؟ هو انا خدت اكتر من اللي التقرير قاله. انا خدت 2 سوبر افريقي، وخدت الكونفدراليه. انا مشيت في السنه بتاعه الكونفدراليه ولعبت. هتحسب لك طالما لعبت لحد دور الثمانيه. اوكي. فانا خدت بتاع 13 بطوله مع النادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله. يعني خدت كله ما عدا كاس مصر. يعني كاس مصر البطوله الوحيده اللي ما خدتهاش. فشاركت في كاس عالم انديه مرتين، في 12 و13، كانت في المغرب وفي اليابان 12. فطبعا يعني الواحد زي ما بقول لحضرتك كابتن بيفتخر بالفتره بتاعت النادي الاهلي. خصوصا ان انا مشيت من النادي الاهلي عندي 24 سنه او 25 سنه، فخدت البطولات دي في سن صغير مع اللعيبه دي. ويحسب للجيل ده ان خد بطولتين افريقيا ورا بعض. صحيح. ما كانش في دوري. كنا بنلعب في الفتره دي 12 و13 ما كناش بنلعب في دوري خالص. كنا بنلعب في افريقيا وبس. افريقيا وبس. فمن اغلى البطولات يعني 2012 بتاعت الناس ارتبطت بشهاب بالهدف الاتحاد الليبي. ففكرنا باللي حصل يعني. الماتش ده كنا عايزين لازم نكسب 3، وكانت قصه كده. كان ماتش خسرنا هناك 2-0. كان متعب اعتقد متعب وفضل. كنا خسرنا هناك 2-0 في ليبيا، وكان الماتش ده لازم نكسبه عشان نصعد دور الثمانيه من جميع. من المرات القليله كنا محطوطين في ظروف صعبه في لان هناك ظروف الماتش كانت صعبه جدا جماهيريا في ليبيا كمان، فكان الوضع مش حلو. فرجعنا هنا، ويمكن من احسن الماتشات اللي لعبناه. كابتن حسام البدري كان مدير فني. كابتن حسام كابتن حسام. فعملنا ماتش كويس جدا فنيا، حتى الشوط الاول احنا مضيعين كتير وطلعنا 0-0. ما فقدناش. وجونك اللي فتح ال جوني، لا جوني الثالث. الثالث صح. في الدقيقه 94 كان متعب اعتقد. متعب وبعد كده فضل وبعد كده انا. فكان الماتش ده لو كان خلص تعادل كنا هنلعب ضربات جزاء. فالحمد لله توفيق ربنا طبعا في الدقيقه 94 الجول بقى جه. جول عالمي. طبعا. الجول ده اعتقد هو العلامه الفارقه ما بينك وبين جمهور الاهلي. طبعا طبعا لحد دلوقتي انا الناس دايما معلمك بالجول دوت وباللحظه دي. فمن الحاجات اللي اثرت ولحد دلوقتي معلقه مع جمهور النادي الاهلي. واللي انا ببقى مبسوط بيها ان الناس لحد دلوقتي في او انت انا كشاب يعني بفتخر ان انا متعلق واسمي متعلق بالنادي بحاجه زي الاهداف دي. ان الاهداف دي بتعيش على مر التاريخ.
فانا مبسوط جدا بالهدف ده. لا الوقت بتاع الهدف وطريقه احراز الهدف وان هو الهدف الثالث اللي يخليك تصعد للبطوله بدون او للدور اللي بعد كده بدون اي بدون الدخول في ضربات الجزاء او ركلات الترجيح، وبالتالي معلق. طبعا طبعا يا كابتن، انا بقول لحضرتك هي دي الاهداف او اللحظات اللي بتبقى مؤثره مع النادي الاهلي، زي جول كابتن ابو تريكه في صفاقس طبعا هو نهائي، جول قفشه مثلا في النهائي، فالاجوال دي هي اللي بتبقى مؤثره وبتعيش مع الناس على مر التاريخ. ماتش صفاقس كنت لسه صغير تاني. لا كنت صغير، لا كنت صغير. حسيت بالماتش يعني وشفته؟ طبعا شفته. طبعا شفته يعني شفته، وبعد كده كان نهائي القطن في 2007 على ما اظن بتاع كابتن احمد حسن، اللي حضرتك كنت حضرتك موجود طبعا. انا طلعت في السنه اللي حضرتك رحت رايح الحرس بعدها. يعني انا طلعت او اخر السنه دي، اخر السنه كنت حضرتك رحت حرس حدود وكنت بتلعب مساك ساعتها، كنت لعبت شويه فلا طبعا يعني من الحاجات اللي الواحد بيعتز بيها الجول بتاع الاتحاد الليبي. طبعا الجول بتاع الاتحاد الليبي من الاهداف الرائعه الحقيقه شهاب، ومن الاهداف اللي الواحد ما بيشوفهاش كتير في الملاعب. مين دلوقتي بيعجبك ممكن يكون بيشوط زي ما انت بتشوط؟ يعني انت كنت معروف دايما ان انت بتشوط بشكل انا يعني انا من زمان امام عاشور لسه كنت هسالك عن كواليتي مش موجوده يا كابتن، كواليتي بتاع اللعيب اللي بياخد الكره ويزيد وعنده الريسك. انت لازم في وقت من الاوقات عندك الريسك انك تزيد وتعدي وتوصل للناس. هو عنده الحاجات دي كلها، اللعيب مكتمل وعنده ممكن يبقى عنده مشكله يحل لك واحد ضد واحد عادي. فاهم؟ مش لعيب بيزك، مش اللي هو بيسلم وبيستلم، لا بالعكس هو بيطلع. مش اللعيب التقليدي بالظبط. يعني هو لعيب لا عنده الحلول في كل حاجه، سواء بيوصل سواء هو بيزيد سواء هو بيطلع الاطراف وبيعدي. فاللعيب انا شايف ان هو لو ركز وخد كمل زي ما هو كده هيبقى في حته تانية. يعني ده هدف رائع، يعني لو الناس فضلنا قعدنا نعيد الهدف ده لغايه اخر الحلقه، الهدف الناس هتبقى مبسوطه ان هي تشوفه، لانه زي ما قلنا وقته وايه الحركه يعني ان انت خلصت. هي جت كده والله يا كابتن، يعني انا ما كنتش ظروفها ما تعرفش. انا ما بعرفش احتفل اصلا، يعني اجيب جول اسجد بس، لكن هو جت طلعت كده تلقائي، ولا كنت مجهز لحاجه ولا في دماغي حاجه خالص. قالوا ان انت كنت مجهز وعامل لا 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 خالص خالص خالص، هي جت كده. مين اللي هيفتكر ان ما بالظبط يعني، وكمان الوقت اصلا يعني ما فيش حاجه جاهزه في الدقيقه 94. فلا هي جت كده حركه تلقائيه يعني. حركه تلقائيه بعيدا لو خلصت يعني مش ما لا تعني اي شيء اخر يعني. لا لا خالص خالص خلصت يا جماعه، خلصت الدقيقه 94 الماتش خلص يعني. بتهيألي الحكم لعب خمس ثلاث دقائق، مفيش لعب لعب والكره طلعت اوت للاتحاد الليبي وراح مصفر بعدين، وراح مصفر نهايه المباراه. وكذا النادي الاهلي يستحق الحقيقه ان احنا نصعد للدور التالي في هذه البطوله. عجبك اداء النادي الاهلي في هذه الفتره وخط وسط النادي الاهلي؟ طبعا في كاس العالم للانديه وبطوله السوبر اللي هي اللي كانت في الامارات، لا كان الاداء قبل كده قبل كاس العالم كان الاداء فيه تذبذب شويه، لان كان الراجل بيعمل روتيشن بشكل كبير. لكن في كاس العالم للانديه وفي بطوله السوبر اللي كانت في الامارات لا في ثبات في المستوى، حتى هو استقر على الشكل اللي بيكمل بيه. فلا هم اخر فتره ماشيين بشكل كويس يعني، ثبات في المستوى. انت قلت ان يعني امام عاشور شايفه من اللعيبه اللي تقدر تكمل في النادي الاهلي بشكل مميز. طبعا تكمل كمان على مستوى الكره المصريه، انت ما عندكش الستايل دوت في مصر. بيتعرض لهجمات كثيره خلال هذه الفتره. ده طبيعي عشان بيلعب في النادي الاهلي، لازم هو وهو انا شايف ان هو ولا شاغل نفسه. ودي اهم حاجه، لعيب النادي الاهلي ما يشغلش نفسه، لان هتلاقي ناس بتتصيد لك في حاجات كتير. فأتفه المواقف اللي هتعملها في اي رياكشن هتعمله هتلاقي الناس بتتلكك لك على اي حاجه انت بتعملها. فلكن هو انا شايف ان هو يكمل زي ما هو ويقفل على نفسه. وبصراحة أنا اللي عاجبني اللعيبة كمان، مساندة اللعيبة ليه. مساندة اللعيبة ليه هي دي اللي دخلته في الجو بتاع النادي الأهلي بسرعة. غير لما كان صفقة إمام دي كانت ممكن يحصل عليها لغط كبير، إن هو لو ساب نفسه وركز مع الناس اللي بره. لكن اللعيبة قدرت تدخله في وسطهم بالظبط، فده اللي فرق معاه جدا. مين أقرب الناس كان ليك في الفترة اللي أنت كنت موجود فيها؟ كان كابتن بركات، عاشور، سيد معوض. زعلت لما عاشور مشي من النادي الأهلي؟ طبعا. عاشور يستحق ان هو يبقى هو يعني، ما حدش يقدر ينكر تاريخه. ويعني انا كواحد اهلاوي انا بتمنى ان كابتن حسام عاشور طبعا يبقى موجود في النادي الاهلي، لان هو يستحق المكان ده.
وهو ادى للمكان وعمره ما ابخل باي شكل من الاشكال على النادي. هو ممكن يكون حصل سوء تفاهم او حصل حاجات بقى بره الكواليس احنا ما نعرفهاش، بس حسام عاشور لا يستحق. واتمنى ان يعني كابتن محمود الخطيب هو اب لينا كلنا، فبتمنى ان هو يبقى يعني معلش اي بني ادم بيغلط. وحسام عاشور تاريخه يعني مع النادي، هو كابتن خطيب بصراحه قالها كلمه، قال لك انا مش زعلان منهم انا زعلان عليهم. طبعا لا طبعا، وبالتالي هي يعني هو هنا بيشير للجمهور كمان ان هو الجمهور اللي زعلان يعني. طبعا الجمهور والنادي الاهلي في النهايه حسام طبعا قيمه كبيره جدا، حسام عاشور قيمه كبيره جدا ولا احد طبعًا يختلف عن هذا الامر، واكبر عدد من البطولات واخدها داخل النادي الاهلي، ولكن يعني مش عارف اقولها ازاي، ولكن كان يجب ان يفكر بشكل افضل. ما انا بقول لحضرتك يعني في لانه في النهايه انت عندك 70 80 90 مليون اهلاوي. النادي الاهلي ملك الجمهور يا كابتن، ملك الجمهور مش ملك عليك شخص. يعني النادي الاهلي حتى يعني انا بقول لك انا ممكن اختلف مع اشخاص، لكن حبي للكيان او انتمائي للكيان مالهاش علاقه بالاشخاص. كلنا بنحب حسام عاشور وكلنا بنحب وغيره وغيره وغيره، ولكن في النهايه احنا بنحب النادي اكتر او بنحب كيان النادي بالظبط. انت ممكن يعني الاشخاص مفيش حد معلش مفيش حاجه، هي دي سنه الحياه، مفيش حاجه بتدوم ومفيش حاجه بتستمر، فاللي باقي هو النادي. النهارده موجود كابتن خطيب، بكره ما تعرفش مين اللي موجود، فالنادي هو اللي ثابت وهو اللي موجود. واللي هيجي او اللي راح اسم النادي هو اللي ثابت بالظبط. هي يعني في مبادئ ثابته او قواعد ثابته مش هتتغير حقيقي. الاشخاص بيتغيروا لكن الحاجات دي هتفضل موجوده. رايك في النتائج الاخيره وكولر، رايك في ايه؟ انت اتعاملت مع مدربين اجانب، كيف انت تتعامل مع مانويل يعني؟ جوزيه طبعا. لا كولر يمكن لحد ما فنش الموسم السنه طبعا ما حدش يقدر يتكلم او يقول حاجه. جه في بدايه الموسم ده حصل تذبذب او هو كان مشتت شويه برضو بحكم ان هو كان برضو في لعيبه رجعت من اعراض عايز يشوفها، يعني كان مصمم على كام لعيب ان في لعيبه رجعت، صلاح محسن رجع، كان عندك نقص في الحته دي طبعا، فبيجرب كذا حد. فحتى في حته الروتيشن في نص الملعب جرب ناس كتير. فهو النقطه برضو ان هو كان لسه بيشوف الناس وكانت بدايه موسم برضو. حضرتك عارف ان الكيرف ساعات في بدايه الموسم ما بيبقاش اعلى حاجه، بدايه الموسم صعبه جدا بالظبط. وبعدين لعبت مباريات صعبه في بطولات صعبه، في بطولات طبعا. انت واخد السنه اللي فاتت 6 بطولات، انا بتكلم على كمان بدايتك السنه دي، الدوري الافريقي ثم السوبر الافريقي ثم الدوري الممتاز، كاس عالم انديه، كاس عالم للانديه، فالضغط كبير. وده طبيعي، ده طبيعي يعني، ما تقدرش تحكم على كولر دلوقتي. بالعكس، ما انت مثلا قبل ما يروح كاس العالم كنت بتهاجمه، وكولر مش عارف ايه، راح كاس العالم ما ينفعش ان احنا بالظبط. ما ينفعش ان انت تحاسب مدرب قطع لسه مخلص من شهرين واخد كام بطوله، وجي في شهر مثلا حصل تذبذب في الاداء، فتيجي تقول لا ده لازم مش عارف ايه تتكلم عليه. لا انت يعني تحكم عليه بعد ما البطولات تخلص، بعد الموسم يخلص، عمل ايه في الموسم كله. انا اعتقد ان الجمهور الاهلي شايف ان هذا الرجل هو مدير فني رائع وعلى اعلى مستوى، خلاص يعني لن تستطيع ان تقيم مدرب، او مش لن تستطيع يعني هتقول ايه على مدرب خد 5 6 بطولات في اقل من نفس الكلام كان بيتقال يا كابتن على موسيماني برضه. يعني موسيماني كان بياخد بطولات تلاقي ثاني يوم الناس بتهاجمه. طب انتوا عايزين الراجل يعمل لكم ايه؟ بالمناسبه كولر وجوزيه، هل بترى فيهم اي وجه تشابه؟ انت حضرت جوزيه لكن بتسمع عن اكيد كولر، عن كولر بس يعني. انا حاسس ان كولر يعني حته ان هو قريب من اللعيبه اكتر سنه، بيدي مساحه للعيب انه يتكلم معاه غير جوزيه. جوزيه بس خلي بالك كان بيدي مساحه بس بيعمل اللي هو عايزه بس بالظبط. يعني جوزيه ممكن يقول لك انا هعمل كذا وتلاقيه عمل حاجه تانية. وكان بيعملها مع لعيبه كبيره وكان عملها معايا، كان يجي يقول لي مثلا انت الاسبوع ده اتمرن كويس ليه مطلعني بره سكور، فاهم؟ فهو لا فاهم. فجوزيه توري شويه، لكن كولر مثلا ممكن يكون بيدي مساحه للعيبه وفي نفس الوقت برضو وفي المجال التدريب عامه يا كابتن المدربين عندهم حته العاطفه شويه، يعني حته العاطفه، يعني ممكن انا ابقى ميال لمثلا للعيب اكتر من لعيب، فاهم؟ فممكن اصبر على ده تشوفه ان هو يعني احسن نص ملعب في العالم مهما غلط بالظبط، وممكن يصبر ويديله في تاني لا اول ما يعملها غلط يقول له اصل هو التاني واقف له غلط بالظبط، فمش هتقدر تتحكم في الحته دي بالذات. فلا يعني انا شايف ان كولر شخصيا برضو مسيطر على اللعيبه، مسيطر على الفرقه كلها، غير مثلا في مدرب لا تلاقي كل يوم مشكله اللعيب، كل يوم
واحد خارج السياق تلاقيه بعيد، فدي مشكله. لكن المدرب الاجنبي اللي بينجح في النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك شخصيه لازم يبقى قويه جدا ويقدر يسيطر على اللعيبه كلها. اخيرا في النادي الاهلي، هل النادي الاهلي السنه دي قادر على الفوز بعدد كبير من البطولات؟ يعني انت عندك دوري، نهائي الكاس القديم والكاس الجديد، كاس الرابطه اعتذرنا، عندك دوري ابطال افريقيا، عندك بعد كده هتلاقي السوبر الافريقي. لا طبعا النادي الاهلي طول ما هو في بطوله كابتن حتى لو وديه يبقى داخله ان هو عايز ينافس فيها. ما يعني ما بقاش داخل الا لو مثلا زي كاس الرابطه عارف ان هو ممكن مش هيقدر يبقى في وقت او في تلاحم البطولات. احسن وجهه نظري يعني. ده من القرارات الرائعه طبعا طبعا، يعني من احسن القرارات لان مفيش وقت يعني. هيلعب بمين يا اما لو هيلعب بالفريق الصغير يعني، كان ممكن الاهلي يفكر في كده. بس لا، هو برضو اللي تحت الناس عندهم بطولات في قطاع الناشئين، فمش هيقدر يسيب بطوله رسميه عنده ويطلع البطوله بتاعه الرابطه. لكن اكيد النادي الاهلي اي بطوله بيخشها بيبقى حاطط ان هو لازم ينافس عليها، ما ينفعش يفكر في حاجه تانية غير كده. طيب اتكلمنا عن النادي الاهلي، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن منتخبنا الوطني ورؤيه كابتن شهاب لمنتخبنا الوطني خلال الايام القادمه وفي هذه البطوله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. شهاب، كيف ترى منتخبنا الوطني وفتره التحضيرات الاولى اللي عملها مباراه تنزانيا ان شاء الله يومين ويبدا تبدا المنافسات؟ والله كابتن انا شايف ان الجيل ده يستحق ان هو يقدر يحقق بطوله افريقيا، خصوصا ان انت عندك كواليتي لعيبه كويس جدا ومحققين نجاحات خارجيه بشكل كبير مع اللعيبه هنا اللي موجوده طبعا، سواء في النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه اللي موجوده. فبتمنى، انا واحد من الناس بتمنى ان الجيل ده يقدر ياخد البطوله السنه دي، وانا متفائل يعني بصراحه انا متفائل. حتى في كام لعيب قريبين مني جدا هم رايحين لا عايزين البطوله. يعني انا في لعيب قريب مني جدا انا بسلم عليه قبل ما يسافر بيومين، كنت معاه مين مكسوف يعني؟ لا مش مكسوف يعني، تريزيجيه مثلا. تريزيجيه تريزيجيه ده يعني اخويا ومن الناس اللي من افضل الشخصيات اللي معايا في الكوره اللي اتعامل معاها في حياتك. من هو صغير معانا في الناشئين، بس هو كان اصغر مني، كمل وطلع معانا طبعا. بسلم عليه قبل ما يسافر بقول له ان شاء الله اشوفك على خير ومش عارف، فقال لي ان شاء الله هرجع بالبطوله كده بالظبط. والله والله كده بالظبط. فبتمنى له وبتمنى لكل اللعيبه لانها اللعيبه دي تستحق. وبتمنى ان الجمهور يساندهم يعني. مؤخرا يا كابتن انا غريب جدا الموضوع، صحيح حزين ماتشات المنتخب. اتكلمت مع تريزيجيه في الموضوع ده؟ مش المعسكر ده يعني، قبل كده ده ماتش تونس، تلاقي بعد ماتش تونس بتكلم معاه. ماتش تونس يعني غريب جدا يعني، انا بستغرب ان الاستاد بيبقى فاضي كده يعني كلنا. على الاقل على الاقل يعني مش عارف يعني انا مش هو عارف. ايه تفسيره للموضوع؟ لو لان الموضوع بقى زاد عن حده يا كابتن في حته ان انت بتخصص الانديه بقت اهم عندك في المنتخب، ودي مشكله يعني، دي مشكله. وما بقاش في ثقه بين اللعيبه والجمهور برضه، خلينا المنتخب يعني ما بقاش الجمهور ما بقاش عنده ثقه في اللعيبه. لا بس لعبت ده المنتخب ده من المنتخب افضل الاجيال بالظبط. ما انا بقول لك يعني الجيل ده وصل النهائي مرتين، وصل النهائي مرتين ووصل كاس عالم مره، وكان وان شاء الله يوصل الثانيه. يعني اقصد انه هذا الجيل من اللاعبين، يعني انا بشوف ان هذا المنتخب من اكثر المنتخبات المصريه خلال الفتره الاخيره من بعد الجيل بتاع 2006 و2010 اكتمالا طبعا. يعني لما تتكلم على حراسه المرمى، عن الثلاثه اربعه اللي موجودين كلهم ولا حرج، كلهم يمين شمال فوق تحت، يعني هتلاقي ان انت عندك مجموعه مكتمله من اللعيبه جدا جدا يعني على المستوى اللعيبه كلها بكل الخطوط. لا وحتى روح اللعيبه مع بعض يا كابتن، يعني الواحد بيشوف الجمهور بره بيبقى عامل ازاي، لكن اللعيبه تحس ان هي في عالم تاني غير اللي الجمهور بيفضل حقيقي. يعني الجماهير مع بعض تحس ان هم حرب. تيجي تشوف اللعيب مثلا ده بيلعب في الاهلي وده بيلعب في الزمالك، ما لهمش علاقه بالموضوع اللي بيدور بالظبط. يعني حتى الجمهور الماتشات انا بقول لك حضرتك انا بتضايق لما بلاقي الاستاد فاضي. طب انتوا يا جماعه يعني معلش، مع اللعيبه دي برضو مستنياكم، ولعيب الكوره من غير جمهور دي ادينا شفنا يعني نتاج الدوري من غير جمهور بقى عامل ازاي. فما بالك ده منتخب مصر. يعني المفروض الناس حتى يعني ماتشات بتاعت المنتخب افتح الاستاد من غير تذاكر، ايه المشكله؟ ما احنا بنروح نلعب في افريقيا بتبقى شايف الاستاد عامله ازاي،
والاجواء بتبقى عامله ازاي. انا بالنسبه لي موضوع المنتخب ده وجمهور المنتخب محير جدا جدا. وبعدين نوعيه الجمهور دلوقتي اللي بتروح الاستاد غير اللي كانت بتروح قبل كده يا كابتن. يعني دلوقتي الجمهور تحس ان اللي بيروح الاستاد ده خروجه مش راح يشجع. يعني راح يتفسح وانا واخد ده مش عارف. طب انا راح اتفرج ومش راح اشجع. طب راح ليه؟ اتفرج في البيت وخلاص. فاهم قصدك؟ التلفزيون اريح. اه لكن دلوقتي الجمهور او اريح للناس يعني. اه بالظبط. ما يعني اريح للاعب بيتفرج. التصنيف يعني للجمهور دلوقتي لا مش جمهور كور. لا بس في ناس كتيره برضو بتحاول ان هي وقد يكون ان برضو القصه لما تيجي تبص لها هتبص لها نبدا من القصه من اولها من الانديه طبعا. يعني انا كنت بسال كابتن ضيا من كام يوم على هذا الامر برضو تحديدا لانه امر بيشغل بال الجميع. امر ليه منتخب مصر بيبقى فيه مباراه ما بتلاقيش فيها 3 4 انفار؟ امر محير يا كابتن ومش ما حدش لاقي له تبرير. يعني انت بتشوف يعني انا بكلمك مثلا كواحد اهلاوي بتشوف الماتش لو اهلي بره مصر الاستاد بيبقى عامل ازاي؟ فاهم؟ فما بالكوا يا جماعه ده منتخب مصر. يعني سيب بقى الاهلي وسيب الزمالك وسيب اي نادي على جنب. ايه المشكله كلنا نروح شيء واحد فقط بالظبط. ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما نستحمل انت حضرتك بتقول في في بدايه البناء نستحمل بعض شهر مش ممكن. ايه المشكله؟ يعني هيحصل ايه؟ تخيل ان انت ممكن تكون ممكن يكون الاداء بتاع منتخب لو اتكلمنا عن مباراه تنزانيا من الناحيه الفنيه انا بشوف ان هو اداء تجاري. يعني انا ايه انا كلاعب يعني هو الراجل مجمع وعامل الماتش ده بس ايه لزياده الثقه والتالف وان احنا نقرب. وفي ناس كانت بعيده يا كابتن. يعني في ناس كويس ان هي بتلعب يعني ماتش كويس. يعني في ناس تطلع تمسك اللعيبه واحد تقعد تقطع وتاخد ده لو اديته ارقام اديته صفر يا عم صفر من 10. وبعدين يعني لما بتيجي تشوف راي الجمهور يقول لك لعيبه الاهلي مش عارف عامله هي اللي عامله كذا، ده لعيبه الزمالك هي اللي خسرت المنتخب، ده لعيبه مش عارف مين. لا بالعكس والله ده جمهور الاهلي بوجهه نظري. يعني دائما بتلاقي اللي بيعمل كده ده يعني بعيدا عن جمهور الاهلي بصراحه، لان جمهور الاهلي والله بجد شوف دلوقتي الدعم الواضح لكل المنتخب هتلاقيه طالع من جماهير. هنا انا برضو مش عايز اصنف لا يعني طبعا جماهير مصريه. يعني انا بقول لحضرتك يعني الراي العام لما بتيجي مثلا يحصل اخفاق مثلا هتلاقي بقى هيخصصوها ده بتوع مش عارف لعيبه مين هم اللي اوكي لا بس كلهم لكن هو هي كلهم منتخب واحد. اللعيبه كلها هتكسب منتخب مصر اللي هيكسب، اللعيبه هتخسر منتخب مصر اللي خسر. صحيح. مش هيبقى الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي ولا اي نادي هو اللي هيخسر او هتشيلوه. يعني حتى محمد حتى محمد صلاح يا كابتن يعني انتوا ما بيعجبكوش حاجه كجمهور. محمد صلاح مثلا جه المنتخب ده مش عايز يجي عشان ما يلعبش، ما يجيش المنتخب طب انت مش عايز تيجي المنتخب ليه؟ يعني هتلاقي الاراء. خد بالك انا دايما الجمهور انا بس العلامه الاستفهام كويستشن مارك بالنسبه لي هي عدم وجود الجمهور في المدرجات طبعا. ولكن الجمهور من حقه انا دايما اقول هذه الكلمه لان هو معلش هو مين اللي خلى شهاب يبقى نجمه طبعا نجمه بتاع هو الجمهور الكوره مين اللي خلى محمد صلاح يبقى جمهور المصري والجمهور الانجليزي مين اللي خلى لو بصيت انت دلوقتي وانت قاعد بتبص كده لو لقيت اي اسم من الاسماء عشان ما بنبقى لو زيزو مين اللي خلى الجمهور اللي فضل كبير طبعا بعد ربنا طبعا بعد ربنا. فانا بشوف دايما ان الجمهور من حقه ان هو ينتقد ويقول اللي هو ينتقد انا اللي هو عايزه ينتقدش. ولكن انا بالنسبه لي علامه الاستفهام الكبيره هي عدم وجود الجماهير في مثل هذه المباريات. انت لما يبقى عندك واحد بقيمه صلاح طلع صلاح بره القصه تريزيجيه حجازي قيمه تريزيجيه قيمه حجازي قيمه مصطفى قيمه مرموش قيمه حمدي فتحي كل الناس اللي موجوده قيمه لعيبه الاهلي كلهم لعيبه الزمالك كلهم لعيبه بيراميدز كلهم فعندك تقلات يعني طبعا يا كابتن. ما انا فانا حتى لو على سبيل ان انا اروح اتفرج عليهم في الاستاد ما عنديش مشكله ولكن للاسف الشديد انت لما بتيجي تبص على اي ماتش من الماتشات بتلاقي 4 يعني 5 6 انفار اللي موجودين وده بالنسبه لي هو ده اللغز بالظبط. لكن الجمهور يقول اللي هو عايزه طبعا الجمهور ليه كامل حريه الراي انا ما عنديش مشكله بس ما تعلقش كل حاجه. يعني في ناس انت عارف دلوقتي كابتن السوشيال ميديا بقت صحيح بتوصل يعني بتدخل اللعيبه في كلام وتصنع مشاكل بدون اي اسباب. يعني هتلاقيه مثلا متجه من اول البطوله هتلاقيه مستلم واحد يا جماعه احنا لسه ما لعبناش غير اول ماتش هتلاقيه طول البطوله مستلمينه نفس الكلام. يعني لو صلاح مثلا غير موفق في الماتش يقول لك ده اصل مش عايز يجي يلعب مع المنتخب ده مش عارف ايه ده عايز يخرج هتلاقي الناس تقول لك عايز يخرج عشان يروح يرجع ليفربول. طب انتوا دخلتوا جوه دماغ الراجل ازاي؟ فهي دي القصه اللي انا بتكلم فيها. سواء المنتخب باذن الله يكمل ما كملش اللعيبه دي لازم الناس تبقى فاهمه ان اللعيبه دي عايزه تحقق البطوله عايزه تعمل حاجه لبلدها مش رايحين معلش ان هم يقضوا الواجب ويرجعوا. لا بالعكس انا بقول لحضرتك والله اللعيبه دي كلها تستحق
واحد زي حجازي ده يستحق. حجازي عمره ما بخل على لا لا الحقيقه حجازي ده من يعني من اكثر الناس تريزيجيه ما عندوش مشكله يجي يموت نفسه عشان المنتخب، بيستنى الايام اللي يجي فيها المنتخب. صح، كل اللعيبه اي لعيب بيمثل مصر لازم يبقى حاطط الكلام ده في دماغه. بس لا هم مجموعه جيده جدا، عشان كده الناس بتبقى يمكن زعلانه عايزه تشوفهم بيفوزوا بالبطوله. هي دي بس، هم عايزين بطوله كابتن صدقني. يعني المنتخب ده لو خد بطوله هيفرق جدا بعد كده في الثقه بين الجمهور والمنتخب. خلي بالك يا معظم الاسماء كمان اللي انت اتكلمت عنها هي اسماء قد تكون هذه البطوله هي الاخيره ليهم. بالظبط، يعني تريزيجيه لا اتهيألي ممكن، تريزيجيه لا، حجازي مثلا ممكن يبقى اخر بطوله، صلاح ممكن برضو ما تعرفش، الشناوي الجول ابو جبل، فالناس كثيره. وبعدين نوعيه اللعيبه الخبره دي لازم تبقى موجوده، مهمه جدا. يعني المنتخب تلات حتى لو تلاحظ المنتخب ده اول ما بدا من كام سنه كان كل الاعمار صغيره، فما تحسش ان في لعيبه خبره. فلما اللعيبه دي مع وجود حجازي وصلاح ولعبوا كتير وشاركوا بشكل كبير على المستوى الاوروبي والمستوى مع المنتخب، تحس ان هم دلوقتي لا هم لعيبه كبيره، هم اللي يقدروا يسيطروا حتى مع المدرب. طبعا يعني من الناس القاده بتوع المنتخب في الملعب وبره الملعب، فالحاجات دي مهمه جدا مع اللعيبه الصغيره اللي هتكمل بعد كده. لانه بيبقى هم ده دورهم، ان انا يعني سنه الحياه يعني بالزبط. اجيال بتسلب اجيال. بالظبط بالظبط يا كابتن، يعني اللعيبه الصغيره لازم تستفاد من اللعيبه دي، لان زي ما حضرتك قلت في لعيبه هتبقى اخر بطوله ليهم. على ما تلاقي لعيبه زيهم هتتعب كام سنه. طبعا انك تلاقي نوعيه زي حجازي زي صلاح زي تريزيجيه زي النني زي الشناوي. هو بدا برضو ينظر ان احنا برضو عندنا معدل العمر بقى عالي شويه خصوصا دفاعيا. فلازم يبص هو للفتره اللي جايه هيعمل ايه. بالظبط يا كابتن، يعني هو حتى في اعمار كتيره صغيره بصراحه، يعني اللي بتتكلم فيه مثلا هم 5 6، ودول دورهم مهم جدا، ولازم يبقى في ناس كده. يعني لازم يبقى وليهم دور كبير جدا في الملعب وبره الملعب. اللعيبه، ما انا بقول لحضرتك اللعيبه الصغيره دي لازم تهتم بالتفاصيل الصغيره اللي في الملعب، اللي في الملعب وبره الملعب من اللعيبه الكبيره دي. لان هتفرق معاهم بعد كده، لان هيجي الدور عليهم ويعملوا الدور ده. فلازم كل حاجه يتعلموها ويستفادوا من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. صح، لانه هؤلاء اللاعبين عندهم، يعني انا بصراحه يعني انا دايما بشوف ان وجود محمد صلاح مجرد وجوده في الملعب ووقفته في الملعب، وانت راجل يعني كنت تلعب في نص الملعب المدافع فعارف الكلمه دي، لازم لما تبقى واخد عينيك يبقى مجرد ان هو واقف يبقى واخد عينيك، فواخد عينيك دي يعني واخد من تركيزك. يعني بالظبط، هو وجوده لو حتى لو هو واقف بيسحب معاه 2 3 في الملعب. وده بيحصل في الماتشات، بيدي حريه كبيره جدا لتريزيجيه ومرموش، تلاقي كل التركيز على صلاح. فتلاقي تريزيجيه بيبقى عنده حريه، نفس الكلام مرموش. وهو قابل بهذا الدور خلي بالك. بالزبط. يعني هو شايف ان هو ما حدش بقى هيفهم من الجمهور، الجمهور عايز اللعبه الحلوه والكلام، ما حدش هيبقى فاهم التفاصيل الصغيره ده. لا والله عندنا جماهير فاهمه كتير. ما انا بقول لحضرتك بس اللعيبه جوه الملعب والمدير الفني بيبقى شايف حاجات. لا طبعا احنا كجمهور بيبقى شايف حاجات تانية. والمدير الفني زي ما انت قلت قبل كده عنده قناعات معينه بلعيبه معينه. بالظبط، مهما تقول. يعني انت مثلا عندما تتكلم عن اختيارات، فانت مثلا لما تيجي تلاقي مثلا جايب محمد صبحي، فصبحي مثلا بعيدا يعني هات محمد عواد. بالظبط، يعني ماشي، ولكن انت هنا فكرت في ايه؟ ولعبه في المباراه الوديه، فبالتالي هي قناعات. وهو اللي هيتحاسب عليه، هو اللي هيتحاسب، ما حدش يقدر يتحاسب عليه غيره هو. يعني هو لو خد البطوله هتقدر تتكلم معاه؟ مش تقدر تتكلم. لا معاه. الله، تتكلم معاه في ايه؟ هتيجي تقول مش عارف خد صبحي خد فتوح عشان موقوفين ومش عارف ايه، خد الثلاثه بتاع بيراميدز، طب في واحد بيقعد يحتطب خده ليه؟ مش عارف ما خدش ياسر ابراهيم الاول ليه؟ ما خدش حسين فهتخش في تفاصيل. هو في الاول في الاخر هو صاحب القرار، مش هتقدر تقول له لا، ما هيقول لك طب انا الجمهور بيقول كذا فانا هرجع. لا، هو صاحب القرار. وهي زي ما حضرتك قلت قناعات، في لعيب بيبقى في مدرب بيبقى مقتنع بلعيب والجمهور كله زي ما عليه. لكن جوزيه يعني كان في احد اللاعبين ما بيحبوش، فتيجي تباصي فتتقطع منه، ها؟ يقول لك بص صعبه جدا ان انت تعمل، لكن لو هو بقى بيحبه يقول لك ايه؟ اللي واقف له واقف له غلط. اللي ما اتحركش، هو اللي واقف له، فاهم؟ هي فنيا انت مش هتعرف تمسك منين. مش هتقدر تسيطر على الموضوع كله. هتقول له بتحب، اقول له بحبك ايه ده؟ هو التاني اتحرك، ما تتحرك يا عم. صح صح يا كابتن، حضرتك بتقول صح. عمرك ما هتعرف تمسك على مدرب طالما بيتكلم فنيا بشكل او باخر، عمرك ما هتعرف تمسك عليه حاجه الا ان هو بيحب شاب، بيكره اسلام، بيحب فلان. دي ما احنا بنعرفها من التعامل اليومي. بالظبط، وطريقه التعامل عايش اليومي. زي ما حضرتك بتقول انت عايش الوقت كله مع المدرب في اللعيبه، رياكشنات المدرب ايه ناحيه اللعيب الفلاني، ناحيه اللعيب الفلاني، فاحنا كلعيبه بنبقى عارفين.
بس ما يبقاش ظاهر للجمهور. عشان كده انا بقول لحضرتك الجمهور ليه رايه وكل حاجه ويقول اللي هو عايزه، بس في حاجات جوه الجمهور عمره ما هيفهمها ولا يعرفها. ده دايما لما كنت اقول كده كنت اقول يا جماعه الجمهور من حقه يعمل كل حاجه ويقول ويعمل كل حاجه، ولكن في النهايه اللي الوحيد اللي شايف مين اللي بيبقى مع اللعيبه كل يوم مين هو ساعتها كان كولر. كولر يعني قلت لهم ان هو كل يوم هو اللي موجود مع اللعيبه، هو اللي بيقعد معاهم 3 4 5 6 ساعات في اليوم. صح، فهو اللي شايف، هو اللي شايف حالتهم في التمرين يا كابتن. ما برضه يعني اللعيبه بتتمرن، انت بتشوف اللعيب كجمهور بتشوف الماتش، انت عارف ايه اللي حصل طول الاسبوع في التمرين؟ لا، فهو لاعب ده ليه ما تعرفش، هو اللي شايف. لا وبعدين هو ممكن يكون عنده استراتيجيه في ان انا مش هلاعب شهاب النهارده عشان هلعبه الماتش اللي كمان اللي بعد اللي جاي. ما هو خلي بالك مانويل كان كده، انت بتقول ان هو قايل لك ان انت طول الاسبوع بتتمرن كويس، طلعك بره في اخر ماتش هتلاقيهم جايب لعيبك ماتش تقيل، وهو ده اللي بيحصل. زي مثلا يا كابتن مثال شايلك لماتش تقيل، مثال مثلا بيسخنك بالظبط، مثال مثلا في كاس العالم اتفاجئنا بكوكا، محدش كان يقدر يتوقع. لا 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 خالص، وقال يودانج ما لعبش طول البطوله مثلا. يعني انا بقول لحضرتك هتقدر تقول له والناس، طب اول ما اتحط التشكيل ازاي قال يوديانج بره، ازاي قال يوديانج بره، في ثانيه الناس غيرت رايها، ده كوكا ده مكسب البطوله. برافو عليك، هو ده. فعشان كده هو ليه حط كوكا؟ مش يعني هو بيحب كوكا طبعا اكيد وبيحب ديانج طبعا بالزبط. لكن هو حط كوكا ليه؟ هو شايف ان كوكا هو اللي هينفذ له اللي هو عايزه من خلال المرحله دي او الماتش ده او الثلاثه اللي قبل الماتش، اللي هو وصل له في الاخر وقال له انه كوكا اللي بيقول له من خلال الملعب ان انا بتمرن كويس وانا هعمل لك اللي انت عايزه. وعلى الجانب الاخر قد يرى في ديانج ان هو لا مش عارف يعمل اللي انا عايزه، مش راجل المرحله دي او مش راجل الماتش ده، لكن ممكن يحطه بعد كده بالظبط. يعني ممكن نرجع بعد افريقيا تلاقي ديانج في الملعب، فاهم؟ ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. ممكن تلاقي في ظروف كمان بتبقى متغيرات، الكوره بتتغير في سنه يا كابتن. يعني كوكا ربنا يشفيه كان نجم الفتره اللي فاتت، في ثانيه بقى اتصاب فهيقعد فتره. كان بيلعب في منتخب مصر بالظبط، هينال شرف ان هو يلعب لمنتخب مصر في بس لسه ربنا يديله العمر طبعا. لا انا اقصد ان المتغيرات في الكوره بتتغير، الكوره متغيراتها بسرعه سريعه يعني لحظيه. انت ممكن دلوقتي تروح البيت تصحى تاني يوم تلاقي متغير الحياه عامه، وفي الكوره بيبقى فيه تغيرات كبيره جدا بشكل كبير. يعني علي معلول شايفه دوره مع تونس بقى مش مع النادي الاهلي؟ لا علي لعيب كبير طبعا ومفيش اختلاف عليه، من افضل الاجانب اللي جم في تاريخ النادي. صحيح. بس انا شايف المنتخب هيبقى دوره مش زي في النادي، مش هيلعب كتير، مش هيلعب كتير. وده اللي باين من الماتشات الوديه اللي لعبوها، ومؤخرا حتى في الماتشات اللي كان بيستدعى فيها ما كانش بيلعب بشكل كبير. فاتوقع برضه علي برضه هتلاقيه من البطولات الاخيره اللي هيلعبها مع المنتخب. لكن هيحتاجه اكيد، هيبقى ليه دور اكيد، هيبقى ليه دور بشكل كبير، لان علي حل من الحلول، مش باك ليفت اللي هو النمط، لا علي حل من الحلول اللي ممكن تستخدمها في اوقات انت كمدرب شايف ان هو لا يبقى حل بشكل كبير. يعني بيرستاو، بيرستاو مؤخرا طبعا هيبقى ليه دور، انا شايف ان هو هيبقى ليه دور، وهو مؤخرا مستواه ثابت جدا وفعال وايجابي عكس اول ما جه الاهلي، فلا هيبقى ليه دور كبير باذن الله. اليو ديانج، اليو برضه في المنتخب ما بيبقاش ليه، بس انا اتمنى ان هو يلعب. يعني اتمنى ان هو يلعب حتى على رايك هي متغيرات الكره في ثانيه. ممكن تلاقيه لعب الراجل شافه في ماتش ولا حاجه، يعني بيقال ان مثلا اليو ديانج هيمشي حاليا، ان اليو ديانج مش عارف هيروح قطر، انت ما تعرفش ممكن يلعب البطوله دي. لا مش هيمشي، انا كنادي قال لو انا في نيتي ان كنت همشي، لا ممكن بعد البطوله دي مثلا لو كنت همشي بجنيه ممكن بعد البطوله دي همشي ب 10 جنيه لو انا في نيتي ان انا امشيه كنادي. فالبطوله دي هتفرق مع لعيبه كتير حقيقي، يعني بطولات افريقيا حتى هتفرق في اللعيبه المحترفه عندنا واللعيبه المصريه. انت السنه اللي فاتت مثلا عندك ابو جبل كان قاعد احتياطي، لعب كام ماتش لما مشيناه اتصاب، نجم البطوله. صح، فهي المتغيرات في البطولات كمان المجمعه اللي هي فترتها صغيره دي بتفرق جدا مع لعيبه كتير. اللعيب اللي بيتالق فيها بيبقى ملفت بشكل كبير وبيجي له عروض بشكل كويس، وبتفرق معاه لما بيرجع النادي. ممكن يكون في النادي ما بيشاركش او نسبه مشاركته قليله، تلاقيه رجع النادي الوضع اتغير. فالبطولات دي بتفرق كتير جدا. مين مع من اللعيبه اللي حاسس ان هم هيتالقوا مع المنتخب؟ انا تريزيجيه ده يعني ربنا ده ابننا كلنا. يعني تريزيجيه انا نفسنا يبقى افضل واحد في الدنيا، نفسي يعني هو وبقيه اللعيبه كلهم. انا قلت له باذن الله نجم البطوله. حجازي، حجازي عنده شخصيه كابتن وقوه في دماغه ما شفتهاش في لعيب. انا حجازي اعرفه من منتخب الشباب، يعني اللعيبه دي كلها كانت معايا في منتخب الشباب ومنتخب اولمبي، فانا عارفها. يعني صلاح، النني، حجازي،
احمد الشناوي، ابو جبل، الناس دي كلها لعبت معاه وعارف دماغها من وهي صغيره. حجازي على المراحل بتاعته، التفكير والروح والعقليه بتاعته ما شفتش زيها. يعني حجازي ربنا يحفظه ويبعد عنه الاصابات. لعيب مشكلته في الاصابه الحقيقه كتير، يعني حظه بيوحش في الاصابات، بس اللي بيعجبني فيها كابتن بيرجع ولا كان في حاجه. يعني ولسه شويه بيني وبينك يعني فنيا في الملعب. فنيا بس هو حجازي بيلعب بدماغه كابتن. اوكي. حجازي لعيب من اللعيبه الذكيه. يعني ممكن يبقى عارف ان هو مش 100% بس عمره ما يحط في نفسه في الموقف اللي يبين ان هو مش جاهز 100%. اوكي. في لعيبه تانية لا بتلعب بصحتها اكتر من دماغها. حجازي من النوعيه اللي لا بيلعب بدماغه وما بيعرفش يدخل نفسه في حاجه ممكن تبين ان هو مش جاهز. بتمنى ان حمدي فتحي يأدي بشكل كويس. عبد المنعم طبعا مش عايز انسى عبد المنعم. عبد المنعم من اللعيبه اللي تستحق ان هي تبقى موجوده في احسن دورات في العالم. زيزو طبعا برضو زيزو لعيب كويس جدا ويستحق برضو ان هو ياخد بشكل كويس. لكن زي ما بقول لك مرموش طبعا، مرموش متألق في الدوري الالماني. يعني اي حد ممكن تلاقي واحد مش في الحسبان هتلاقيه واحد زي ما حصل في البطولات اللي قبل كده. لو حطيت تشكيل لمنتخب مصر هتحط مين ليلعب؟ الشناوي، محمد، محمد الشناوي، محمد هاني، حجازي ومنعم ومحمد حمدي. مين؟ محمد حمدي. مش فتوح. الراجل ده يعني طريقته كل ماتشاته محمد حمدي بيبقى ليه النسبه الاكبر، خصوصا كمان ان فتوح ما بيشاركش اخر فتره في الماتشات. الزمالك. يعني ممكن يلعب بقى في نص الملعب، يعني النني، حمدي او مروان واحد فيهم، وهيلعب تالت زيزو او امام. اوكي. والثلاثه اللي قدام يعني صلاح تريزيجيه ومصطفى. وممكن برضو يدخل مرموش فيهم يعني. حسب ما هو برضو يشوف. شايف الرؤيه اللي قدامه يعني. التشكيله دي قادره من وجهه نظرك ان هي قادره؟ قادره طبعا يا كابتن، قادره. وانا شايف ان هم اللعيبه حتى بعيد عن الكره هم كروح مع بعض يقدروا. كويسين جدا. عموما نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، لانه الحقيقه كلنا بننتظر نشوف منتخبنا الوطني خلال الفتره الجايه. شهاب شرفت ونورت وسعيد جدا بوجودك معايا، واتمنى لك دايما دوام التوفيق خلال الفتره اللي جايه. انت واحد من الناس المحترمه اللي كلنا بنحبك كاهلاويه يعني. حبيبي يا كابتن اسلام، انا اللي كنت مبسوط معاك وبتمنى لك دايما التوفيق واشوفك في احسن حال دايما. ربنا يخليك يا شهاب، شرفت ونورت. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ايمن جلبرتو وصبري سراج في ضيافه البيت الكبير.